السلام عليكم، ازيكم كلكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعي هيكون مختلف شويه، هيكون يوم من مطبخي، يوم كامل عملت لاسرتي الصغيره، عملت لهم طاجن ورق عنب باللحمه، وعملت ملوخيه، وعملت كمان كيكه البسيسه. اللي عايز يعرف طريقتها هتلاقوها في صندوق الوصف. يلا بينا نبتدي الاول بورق العنب. هعملها ان انا هسلق ورق العنب بتاعي دول حوالي كده ربع كيلو، انا كنت مفرزاهم في الفريزر، كنت شايلهم زي ما هما كده، ما كنتش سلقاهم ولا اي حاجه، طلعت من الفريزر على طول. نزلت عليهم شوية مية، وبعدين حطيتهم يتسلقوا. هنزل عليه مية كده من الحنفية وهسيبه يبرد، يبرد في المية دي. بعد كده هصفيه وابتدي اسلت منه العناقيد بتاعته، وبعد كده هبتدي الفه معاكم. علشان اعمل الصلصة بتاعة المحشي مادة دهنية كده في الحلة، وحطيت عليها بصلاية مقطعاها كده مكعبات، ودلوقتي هنزل عليها بعصير الطماطم، بس دي لحد ما اقلب فيها كده لحد ما تبقى شفافة، بس لونها بس يبقى شفاف مش اكتر. بعد كده هجيب معلقة صلصة اقلبها بس مع البصلة، بعد ما البصلة طبعا لونها غير. بس هحط عليها ملح وفلفل اسود ومكعب مرقه، وكمان هحط رشه نعناع مجفف صغيره جدا كده، حبه صغيرين قوي. وهوطي عليها النار واسيبها تتسبك براحتها جدا. انا خلصت صلصه المحشي بتاعتي، سبكتها قوي ونشفتها جامد قوي، حطيتها هنا في الطبق في تحت خالص، وبعد كده عليها الخضرة والرز بتاعي غسلته وصفيته حلو قوي، وهبتدي اقلبهم في بعض كده هو، وهزود طبعا هزبط الملح بتاعها، وهزود شوية شطة صغيرين، وكمان فلفل اسود. انا كده جهزت خلاص خلطة المحشي بتاعتي، وطبعا ورق العنب خلاص جاهز، سلقته وصفيته وسبته برد، غسلته وصفيته وسبته برد. هوريكم بحش ازاي. هحشي كده بطريقتين. اول طريقة هجيب طبق كده فاتح شوية عشان تشوفوا بس معايا، واخد شوية ايه خلطة. طبعا حطيت الورقة بتاعتي الجزء الخشن اللي هو جوه والجزء الناعم من بره، بعمل كده هو طبقها كده، وبعدين كده، وبعدين ببتدي الف اي زياده، وانا بلف كده باخدها في طريقي وادخلها بحيث يطلع الورقه كده اهو، تطلع اللفه كده اهو. دي كده الطريقه العاديه خالص، وممكن كمان تاخديها على ايدك وتلفيها، اوريكي برده ازاي. هاخد ورقة تانية افردها كده كويس واخدها كده هو، تحط هنا الرز واقفلها كده من الجناب، ابتدي الف كده، بتبقى كده في طريقة بقى الكيس. طريقة سهلة وبتطلع الصباع مظبوط قوي ومحكم ومقفول كويس قوي. هاخد ورقة كده احطها على الكيس، وشوية رز خلطة كده كده كده، وهحط الكيس هنا اهو كده عليها، شايفين، وهدخل احط ايدي هنا اهو كده اهو، وابتدي امسك الطرف ده وهسحب. الصباع هتلف معايا نفس فكرة المكنة اللي هي بتلف المحشي. هعمل لكم واحدة كمان. Thank you.
حط ايدينا هنا اهو بالطريقه دي كده، ايدي هنا كده بعد الرز، بعد الحبة الرز اللي انا حطيتهم، انا بثبت ايدي كده وبمسك طرف الكيس كده اهو. جالي كده واضحة اكتر عشان قربت الصورة. واحدة كمان. اخر طريقة بقى، هجيب الطرف كده عكس بعض كده اهو بالطريقه دي، وبعدين هروح جايبه كده كده، وبعدين ابتدي الف، وبعدين اروح ايه اقعد الم الجناب بتاعتي كده اهو، كده اهو ده شكله. لفي بقى بالطريقه اللي تريحك. انا دلوقتي لفيت المحشي بتاعي كله اهو، وجهزت معايا طبق حطيت فيه بصل ترانشات وطماطم وعصير نص او نص ليمونة هعصرها، وده العناقيد بتاعة ورق العنب، ومعايا اللحمة بتاعتي انا سلقاها بس فاضل لها تكة صغيرة خالص علشان هكمل سوا مع المحشي في الطاجن، وصلصة وزيت الصلصة عشان نحطها على الشوربة، هاخد معلقة واحدة بس، والزيت هرش هدهن بيه دلوقتي الطاجن، وكمان هياخد معلقة كده فوق فوق المحشي بتاعي بعد ما ارصه خالص. هنا هو رصه كل حاجتي في الطاجن. اول حاجة انا هحط معلقة زيت هدهن بيها الطاجن حلو قوي، بعدين هجيب العناقيد دي هحطها تحت، دي اول حاجة هتتحط. العناقيد دي بتدي مزازة حلوة قوي لورق العنب، ما تنسوش تحطوها. بعد ما ارص العناقيد هجيب ترانشات البصل واحطها، وهحط كمان ترانشات الطماطم. انا رصيت البصل وترانشات الطماطم وحطيت اللحمة في النص، وبعد كده هرص ورق العنب بتاعي. انا بحب ارصه كده داير ما يدور، وسيب الطريقة اللي تعجبك. هحط طبعا كده حوالين اللحمة، وهنحط كمان فوق اللحمة، هنغطيه خالص، هنغطي اللحمة خالص. اللحمة بتاعتي دي مستوية، يعني ايه فاضل لها سنة كده بسيطة وتبقى كملت سواها 100%. طبعا هنسقيها بالشوربة بتاعت اللحمة كده. انا غطيت اللحمة كده عملت اول راق، هكمل برضو بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل كمية المحشي اللي معايا، وبعدين هجيب الشوربة بتاعتي هملحها كده واحدقها حلو، ملح وفلفل وشطه بقى وتوابل بتاعتك، واحط لها معلقه صلصه، وهحط لها نص الليمونه، وبعدين هسقي بيها الطاجن، وهدخل الطاجن ده في الفرن على الصاجه، هسيبه كده على اعلى درجه حراره لحد ما يستوي المحشي معايا حلو قوي. هياخد معايا الطاجن ده حوالي كده ساعه عشان الطاجن بياخد وقت برضو على بال ما بيسخن. انا دلوقتي جهزت الشوربه بتاعتي اهي، حطيت فيها معلقه صلصه وملح وفلفل وشطه، وهرصبها دلوقتي على المحشي، وهعصر نص ليمونه، وهحط معلقتين زيت على الوش. طبق كده صغير على قد الطاجن هغطي بيه المحشي، وهغطي الطاجن كله بورق فويل وهدخلها الفرن. انا الطاجن بتاعي كده خلص والمحشي استوى، هبتدي اقلبه دلوقتي، سيبته يهدى شويه هقلبه دلوقتي. انا قلبته اهو وزوقته كده، حطيت له شويه بقدونس كده من فوق لون اخضر، ده شكله كده شكله حلو قوي بعد ما اتقلب. انا دلوقتي هعمل الملوخيه، حطيت الشوربه بتاعتي تجلي على البوتاجاز عشان هحط ملوخيه مجمده من اللي انا مخزناها، هحط الملوخيه اللي انا مخزناها في الفريزر.
انا دلوقتي حطيت الملوخيه المجمده بتاعتي، هسيبها تغلي عشان تسيح في الشوربه. الملوخية بعد ما حطيتها في الشوربة المغلية اخليت غلوتين كده، خلاص هي فكت من التجميد. انا كنت عملت الملوخية تجميد الملوخية وتفريزها معاكم قبل كده، هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. هي هتاخد غلوتين كده، وبعدين انا هجيب الطشة بتاعتي، هعمل دق 5 فصوص ثوم مع حبة ملح، واحمرهم في الزيت او في السمنة، واحط لهم كزبرة ناشفة. احمر التقليه بتاعتي واحط لها كزبره ناشفه. الطشه بتاعتي خلاص خلصت، هصبها فوق الملوخيه. هتاخد غلوة واحدة بس، بعد كده هطفي عليها، مش هغطي طبعا، هسيبها مكشوفة كده علشان ما تغمقش. هصبها اهو قصادكم. انا كده خلصت يومي كله في المطبخ، ودي الاصناف اللي انا عملتها. يا رب كل الحاجات تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا رأيكم ايه، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة. يلا سلام عليكم.